إذن متابعينا الكرام، نتواصل بانطلاقاتنا وتحدياتنا وشوطنا السادس هنا للجعدان لفئات الصعوب، ينطلق أمام حضراتكم وشوطنا الثاني والعشرون في مجمل أشواطنا لهذا الصباح. لنبدأ مشاهد العزاء مع أيضا الصدارة الأولى والمركز الأول وشعار محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري، بينما هنا التواصل أيضا من الطحان لمسلم بن مبارك بن عثعيث العامري. يقدم لنا الطحان في هذا المسار، بينما هنا الدخول وهنا التواصل. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، يأتي أيضا من خلال هذا المسار وهذا التحدي هنا أيضا شاهين، وأيضا مشاهد الأعزاء أحد الأسماء الرائعة والجميلة من خلال هذا التحدي حمد بن غزول بن حمرور العامري من خلال هذا المسار. يأتي في هذه اللحظات شعار أيضا حمد بن غزول بن حمرور العامري، بينما هناك الأسماء القادمة شعار بن مبروك، هنا محمد بن مبروك بن طماطم العفاري، وأرى وصول وقدوم في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء متابعي كرام، مشاهد العوض بن محمد بن حزمي أيضا يتواصل في هذا المسار، وصلت الأسماء ولكن عودة إلى الصدارة إلى بن غزول. هنا حمد بن غزول بن حمرور العامري، ما شاء الله تبارك الرحمن، سلام شاهين سلام، تهانينا والناموس لحمد بن غزول بن حمرور العامري على هذا الفوز، على هذا الانتصار، على هذا التألق والإبداع. إذا متابعينا الكرام، شعار بن همول أتى أيضا هنا تصحيح أيضا للفائز بالمركز الأول. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هنا محمد بن عبد الله بن همول الدرعي، نعم بالفعل هنا من قدم لنا أيضا شعاره وتحديات هذا الاسم الفائز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني كان أيضا إذن المركز الثاني والثالث كان الدخول سريعا. مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام، تهانينا إذن لمحمد بن عبد الله بن همول أيضا الدرعي من قدم لنا شاهين في هذا الشوط. أيضا التوقيت الزمني 2:15:16 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.